أنا صاحب صرفة كنت مخطوف، لما كنت بالشركة راجع للبيت بتقاطع العقيلة زينب جميلة، عرضت علي قدامي سيارة سبورتج بيضة، نزل منها شخص لابس أسود مسلح، فحاولت أرجع بق، عرضتني السيارة الثانية جكسارة لون أبيض، فحاول أبو الأسود ينزلني من السيارة، وراه اجى واحد لابس ابيض شويه سمين متروس، نزلني من السياره، صعدني بالسبورتج زين، ونزل وياي العلاقه بيضه مال فلوس، كانت بيها 7 شدات و25 مليون عراقي. صعدني بالسياره، اخذ التليفونات مني، اخذ المحفظه، قال لي اعطيني ارقام تليفون اهلك، افتح لي التليفون، اعطيني رقم ابوك، اخذ رقم والدي، وراها نزل راسي جوه، وتقريبا مشينا ربع ساعه هيك شيء ووصلنا، وصلنا للبيت. سادين عيني، خالين كمامه علي على عيني زين، وراها قال لي احنا نخابر والدك نساومه. وراها المغربيه ثاني يوم قال لي ساومنا اهلك، تقريبا بال11 بالليل قال لي يلا قوم يلا خل اوصلك للبيت اطلعك. فك الكلبشات، بقى عيني مشدوده، صعدني بتوك توك وذبني بمكان، قال لي دير بالك تفتح عينك لحد ما نروح يلا. بعد ما طلع ابني ثاني يوم اتصلت بجهاز الامن الوطني وقلت لهم التفاصيل، انه هيك اخذوا من عندنا فلوس، يلا طلعت ابني اول مره بالسياره كانت 7 شدات 25 مليون، واني وصلت وياهم بالتفاوض الى 13 شده. وهم جهودهم قدروا يعرفون العصابه والحمد لله، واحنا نشكر جهاز الامن الوطني شكر جزيل.